أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من حصة البلاد اليوم. طبعا موضوعنا كما أعلنت سابقا إعلان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن توقيع اتفاق مع بنك البركة لتقديم قروض حلال، قروض استهلاكية لعمال وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لا سيما الأئمة. طبعا هذا الموضوع سنتحدث عنه ربما في نظرة عامة وفي نظرة شاملة خارج قطاع وزارة قطاع شؤون دينية والأوقاف رفقة الدكتور كمال رزيق أستاذ الاقتصاد بجامعة البوليدة. أهلا بك دكتور رزيق. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور رزيق. إذن هو اتفاق بين وزارة شؤون دينية والأوقاف مع بنك البركة من أجل تقديم قروض حلال، هل بدأ الجدار الذي يقف بين ربما صناع القرار في الجزائر والصيرفة الإسلامية والتعاملات المالية الإسلامية بدأ ينهار شيئا فشيئا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكرك على الاستضافة. أهلا. أكيد يعني هذا خبر صار، يعني ونسمع أن قطاع مهم جدا استطاع أن يتفق مع إحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية الموجودة في الجزائر على تقديم هذه القروض حلال لموظفي وإطارة هذه الوزارة، لأن فيه الآن توجه يعني منذ بضعة أشهر يعني خاصة في نهاية 2016 وبداية 2017 في توجه على مستوى الحكومة أنها تنفتح نحو هذه المصرفية، لأن نشوف بأن كل دول العالم انفتحت، يعني يمكن نحن تأخرنا كثير. نشوف أن فيه دول عربية، دول إسلامية، ودول حتى ليس لها علاقة لا بالدين لا باللغة ولا بالإسلام، لكن في إطار براغماتية الاقتصاد ومصلحة الاقتصاد يعني توجهت. شوف أن فرنسا في 2008 بعد أزمة مالية عالمية اتخذت الدرس، يعني ما كانت وزيرة المالية كريستي لاغارد قررت في 4 إجراءات إدخال المصرفية الإسلامية إلى فرنسا، والآن هي موجودة. مع الأسف الشديد نحن تعطلنا وتأخرنا بالمقارنة مع دول الجوار أو بالمقارنة مع الدول الأخرى. الآن فيه على مستوى الحكومة، فيه على مستوى القطاع المصرفي بداية الاهتمام بالمصرفية الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالصيرفة أو تعلق بالتأمين التكافلي، لأن هذا يمشي مع بعض. ما يمكنش تمشي المصرفية الإسلامية وحدها وبدون تأمين تكافلي، لأن هذا الشرط أساسي. لذلك نشوفه الآن في حراك على المستوى، يعني هي دولة. ربما مصطلحات تقنية يريد يعني تعطينا عليها نبذة حتى نفهم. المصرفية الصيرفة الإسلامية هي الآليات التي يتبعها البنك لتقديم القروض، ونحن نعرف بأن المصرفية الإسلامية قائمة على أساسين. الأساس الأول هو أساس المشاركة والمضاربة، والأساس الثاني هي البيوع. يعني الآن البنك الإسلامي إما يدخل معك شريك وإما يدخل معك مضاربا وبالتالي يتحمل الربح والخسارة، أو الصيغة الأخرى هي ما يسمى بالعقود، سواء عقود المرابحة أو الاستصناع أو عقود السلام أو عقود الإيجار أو غير ذلك من العقود. هنا يدخل بائع وتاجر. لذلك يعني هي العقود التي حللها من ناحية شرعية ليس فيها غرر، عقود مبنية على أسس سليمة وبالتالي حلال 100%. لكن كلكم تعرفوا بأن المصرفية الإسلامية لا يمكن أن تنجح، كما أن المصرفية التقليدية لا يمكن أن تنجح إلا بالتأمين، لأن نشاط البنوك مرهون بتأمين تلك العقود ومرهون بتأمين تلك القروض. وبالتالي فالصيرفة التقليدية تتجه إلى التأمين العادي، أما الصيرفة الإسلامية فتتجه إلى التأمين التكافلي. لماذا؟ لأن التأمين العادي من وجهة نظر النظرة الإسلامية هو تأمين غير جائز، لأنه مبني على عقود الغرر، أحد الأطراف مغرر به. لذلك فلا يمكن أن تصيح المصرفية الإسلامية إلا إذا كانت فيها التأمين التكافلي. لذلك يمشوا كيف كيف. لحد الآن احنا في الجزائر عندنا بنكين، بنك السلام وبنك البركة، يقوموا بالمصرفية الإسلامية، وفي بعض البنوك الخاصة فتحت نوافذ. التأمين التكافلي الآن موجود فقط عند شركة السلامة، هي اللي تقدم هذا المنتوج. لذلك فنحن نأمل أن تتطور شركات التأمين وتتطور هذه المصارف إلى أن تصل اليوم هذا الاتفاق القطاعي. دكتور كيف تقيمه ربما كبداية لبداية زوال هذا الحاجز كما أعلنت سابقا، يعني بين نظامنا المصرفي ونظامنا المالي والنظام الإسلامي؟
والله شوف، كانت الحكومة دارت مبادرة هي مشكورة في قروض لونساج ولونجام، عندما ألغت الفوائد وأصبحت تقدم عقود حلال للشباب، لأن كنا نعرف بأن الشباب كان عازف على الولوج إلى هذه التقنيات. كان عنده يعني مانع، يعني مانع أكيد. شرعي يقول لك أنه في هذاك 1% وال2% حرام، هي ربا، وبالتالي هذا يجعل كل هذاك القرض حرام. كي تكون 0.01 فهي ربا، لذلك والحرام حرام، ما فيش حرام حرام. يعني الخمر كاس، ولا كما احنا نقولوا تضع قطره فقط من الخمر في فمك فهو نفس الدرجه حرام حرام. لذلك فاعتقد كان عزوف من طرف الشباب، هذا دليل بان الشعب الجزائري مهما فعل، مهما قيل، مهما كان، فهو متمسك عندما يصل الى قضيه الحلال والحرام، خاصه فيما يتعلق بالاموال يتوقف. لذلك نشوفه كان عزوف الشباب، كان يفضل انه يبقى برطال بدل ما يذهب الى هذه القروض. عندما الحكومه وهي مشكوره تضح لها ذلك، الغت هذه الفائده واصبح الشاب ياخذ قرض حلال. الان نشوف بان منذ بضعه اشهر، يعني منذ 2015-16، عندما الحكومه قررت ارجاع ما يسمى بالقروض الاستهلاكيه المنتوج المحلي، مع الاسف الشديد نادينا وكنا تكلمنا بان هذه القروض هي جيده لانها اليه من اليات، اولا دعم الاقتصاد الوطني، دعم الاقتصاد، وايضا تحسين مستوى معيشه الافراد. مش شرط نزيد لك الاجر، يعني يمكن نزيد لك الاجر بطريقه غير مباشره، نسهل لك صحيح. العيش الكريم الاخر. لكن قلنا لهم يعني بما ان الدستور الجزائري الحمد لله يكفل بحريه المعتقد، يكفل بحريه في كل شيء، ان الاوان ان لا نفرض على يعني المواطن، نعطي هذا القرض من نسيجنا الاجتماعي، من نسيجنا الديني، حتى يعني هذا المواطن ما يشوفوش بعيد عليه، ما يشوفوش غريب عليه، ما لزموش المواطن يعني اجباري باش يحسن مستواه المعيشي يروح يدي قرض بفوائد. انت المواطن الجزائري اللي رفض باش يدي قرض باش يشتغل، المواطن الجزائري اللي رفض باش يدي قرض باش يبني سكنه، لا اعتقد ان هذا المواطن راح ياخذ باش يشري ثلاجه او شي سياره. فبالتالي ما كان الاول حرام فالثاني حرام والثالث حرام. لذلك تلاحظ بان تجربه القروض الاستهلاكيه اللي دارتها الحكومه منذ بضعه اشهر لم تؤدي ما هو المنتظر منها، يعني ما زال الهاجس رقم واحد وهو حرمة هذه القروض. شيء مفروغ منه، يعني ما يعقلش الآن المواطن يعني بكل صراحة اللي ما داش قرض فائدة باش يبني سكن ويلم العائلة تاعه، يدي قرض باش يشري ثلاجة، يدي قرض باش يشري ثلاجة، يعيش بدون ثلاجة، إذا ما شاش ثلاجة راح يموت، مش راح يموت. لذلك احنا كنا ننادوا، مازلنا ننادوا بأن يدخلون في هذا القرض الاستهلاكي طريقة حلال، يخلوا الطريقة الأولى اللي بدو انه ياخذ بفوائد فله ذلك، واللي راغب باش يدي بدون حلف. لذلك احنا نثمن هذا مش اليوم، يعني يقع الحرج اليوم ان وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف يعني دارت اتفاقيه قطاعيه، الأكيد أن هؤلاء ربما معنيون مباشرة بوزارة شؤون دينية، لكن الجميع ربما في الجزائر، جميع القطاعات في الجزائر تطالب بقروض تراعي معتقداتهم الدينية. لذلك فوزارة شؤون دينية يمكن حلت مشكلة لمواطنيها، قطاعها وموظفيها، لمواطنيها يعني كل قطاع عنده مواطنين، لا المواطنين يعني لي وليك، عن طريق موظفيها. يعني هي في نهاية الأمر كانت تسعى إلى حل مشكلة الموظفين، لكن في نهاية المطاف حلت مشكلة المواطنين. لماذا؟ لأن لا يعقل أن موظف وزارة شؤون دينية يحق له أن يأخذ قرض بدون فائدة، قرض حلال، وسائر المواطنين خارج القطاع ما يدوا قروض بفوائد. لذلك انها بداية؟ اعتقد انها بداية، حتى وان لم تكن مقصودة من طرف وزارة شؤون دينية، فقط وزير شؤون دينية او وزارة سعت لتحل مشكل موظفيها، لكن فتحت الباب لجميع المواطنين ان من حقهم انهم يطالبوا بان يستفيدوا من القرض الحلال، لاننا نعيش في دولة واحدة، في عالم واحد، في قانون واحد، لا يمكن ما يسري على وزارة شؤون دينية لا يسري على الوزارة الاخرى. لذلك فاعتقد بان هذا الاتفاق اسس لمنظومة جديدة استهلاكية ستفرض نفسها بان جميع المواطنين في 48 محافظة الولاية لهم الحق ان يتحصلوا على نفس القرض. وهنا ربما نطرح سؤال كبير دكتور كمال رزيق، ما الذي كان يمنع طيلة هذه السنوات من وجود قروض حلال لا تتعارض ولا تتناقض مع المعتقدات الدينية الإسلامية؟ وفي النهاية أكيد هي راح تلقى السوق تاعها، راح تلقى أين المواطنين وزبائنها ومستهلكيها.
شوف والله شوف هذا هو الامر اللي خلانا اننا نتساءل منذ سنوات مثل ما انت، ما هو المانع؟ ماذا يضر بدولتنا بحكومتنا عندما تتبنى قروض الحلال؟ احنا الان نقولها بكل العبارات باللغة العربية الفرنسية الإنجليزية بكل اللغات أن المنظومة المالية المصرفية الجزائرية عاجزة في الوقت الحالي، بما أن مسؤولي هذا القطاع يصرحوا يقولوا باللي هناك تقريبا 53 مليار دولار، أكثر من 53 مليار دولار، يعني أكثر من 10,000 مليار دينار مبلغ مهول موجودة خارج القطاع المصرفي، لم تستطع البنوك التقليدية. وأهم عامل ربما يخلي هذا الاكتناز هو أنها الفوائد، هو أنها الربا، هو أنها حرام، ما قدروش هذه المؤسسات المصرفية أن يستقطبوا فعلا. ما هو المانع؟ ما هو الذي يضر بدولتنا بحكومتنا أنها تمنح للمصارف الإسلامية، تمنح لشركات التأمين التكافلي أن تنشط بأريحية وتخليها تخدم على الأقل ما نجيبوش 100% باش ما نكذبوش على المواطنين، لأن فيه جزء من يتهرب سواء كانت على المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية، لكن على الأقل إذا استطعنا أن نستقطب غير 25% 30% من هذا المبلغ فهو رقم هائل. وما أحوجنا إلى هذا المبلغ في القنوات الرسمية. لذلك فأعتقد بأن ما يمنع الآن فقط هي النفوس الضعيفة، النفوس المريضة الموجودة في المنظومة المالية الجزائرية، والتي تريدنا أن نرى إلا بما هي ترى، ولا تريد أن ترى باللي فيه منظور آخر. ترى أنه هنالك ربما فيه بعد إيديولوجي، ليس بعد تخطيط اقتصادي أو تفكير اقتصادي. باش نكون صراحة، هذا الكلام كان ينقال في التسعينات والثمانينات يمكن مقبول الآن. الآن الحكومة هي متبنية الزكاة، الحكومة هي متبنية الأوقاف، الحكومة الآن هي متبنية الصرف الإسلامي، عندما تعطي اعتماد لبنك البركة، وعندما تعطي اعتماد لبنك سالم، وعندما تعطي اعتماد لشركة تأمين سالم، عندما تعطي اعتماد ورخصة للاجيبي وبعض البنوك الأخرى الخاصة باش تفتح حوافد، عندما الآن أقول لك الحكومة تعطي اعتماد للجامعات باش يديروا دكتوراه في الصرف الإسلامية موجود في البوليدة فعلا، يعني قضية يعني نظريا موجودة تطبيقيا غير موجودة. دليل بأن الحكومة ما عندهاش هذه النظرة. الآن الأمور الإسلامية، الأمور العقائدية، الأمور الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ. حتى يعني المؤسسة المالية الدولية دائما ما تشيد بنظام الصرف الإسلامية، لأنه قليلة المخاطر، متدنية المخاطر موجود الآن. قلت لك هذه الأمور الإيديولوجية موجودة، قلت لك أنا بعض ضعاف النفوس يعني بعض المسؤولين، لأن لا يعقل بأن الآن عندما يعني الآن الوقت اللي احنا نتحدث فيه تعليمات أعطيت لبعض البنوك العمومية باش يفتحوا نوافذ إسلامية، تعليمات أعطيت لبورصة الجزائر بإطلاق سنة حلال، تعليمات أعطيت الآن كانت فيه ورشة منذ بضعة أشهر. وإن من ينفذ؟ الآن يشتغلوا، لأن الأمر ليس سهل، الآن يشتغلوا. قيل لنا في نهاية في الثلاثي الثاني يعني الدوزيام تريمستر 2017 ستفتح هذه النوافذ في هذه البنوك العمومية على أقصى تقدير في الثلاثي أو السداسي الأول تاع 2018، يعني النية موجودة والتعليمات أعطيت. الآن بقوا بعض الناس مرضى اللي مازالوا الآن يصارعوا، لأن علاش؟ حنا الآن الإشكال المطروح حتى وأنك تسمح بفتح نوافذ، حتى وأنك تسمح بفتح نوافذ في البنوك أو في شركة التأمين، فهذا أمر مؤقت، لأن نحن نطالب بتغيير القانون. إحنا وش قلنا لهم؟ فيه نماذج، فيه النموذج الماليزي الاندونيسي التركي السعودي، اما نكوبيه ونجيبوه، ما حبيتوش يا خويا اللي مازال يجيبوا نموذجنا فرنسي، يجيبوا لنا النموذج الفرنسي ما هو مطبق في الصرفه والتامين في فرنسا. مادام احنا معجبين جدا، معجبين وتقريبا جل قوانينا كوبي كولي من فرنسا، يعني في دول مثل فرنسا مثل بريطانيا الصرافة الإسلامية عادي، عادية جدا. بل بالعكس الآن يتصارع، هناك صراع بين فرنسا وألمانيا وخاصة بريطانيا من يستقطب أكبر قدر ممكن من أموال الصرافة الإسلامية. جيراننا اللي أمامنا تونس والمغرب يعني سبقونا، رغم أننا نحن الجزائريين عندما تروح تبحث في الخبراء في المصرفية الإسلامية في العالم تجد 50% من جنسية جزائرية، وبالتالي عندنا الكادر البشري، عندنا كل شيء، فقط
حنا نطلبوا فقط البنك المركزي يفتح ورشة لإصلاح المنظومة المصرفية، نطلبوا من وزارة المالية تفتح ورشة لإصلاح منظومة التأمين، ونطلبوا لها أيضا ورشة لإصلاح منظومة البورصة، وتخلي هذه الطاقة تتفتق وتخلينا نعدلوا القوانين. نقول لك بكل قال لك حنا عندنا مثل يقول لك دير كي جارك ولا حول باب دارك، الجيران كلهم داروا، بقينا نحن نصارى اللي حنا متخلفين في هذا المجال. يعني يعني تفكرنا في صراع الدون كيشوت، هذو الناس اللي راهم رافضين المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي أنه يستقر في الجزائر، كأنهم صراع الدون كيشوت مش عارفش يتمهموا في نفوسهم، القطار مشى إما يركبوا وإما القطار يروح اليوم. اليوم دكتور ربما نحن في أزمة مالية نحتاج أكثر من أي وقت مضى حتى نجمع كل الأموال ربما تلك الموجودة في السوق الغير النظامي، كيف يمكن للصرف أو القروض الإسلامية والتعاملات المالية الإسلامية أنها تحل لنا هذا المشكل؟ شوف والله شوف الآن يعني بكل صراحة أنت رحت للب الموضوع، الآن في الوقت الحالي فيه أزمة سيولة، راك تشوف بيان تاع وزارة السكن منذ بضعة أيام اللي يتكلم على غياب قال لك ما عطاوناش كاينش سواردة، الاعتمادات موجودة، الكريدي موجودة، لكن السيولة ما كاينش لا البنك المركزي عنده ولا البنوك التجارية عنده. لماذا؟ لأن الأموال عندما راهي تخرج الناس راهي تكدسها تكنزها، يعني الناس ما راهيش اقتصاد شكارة. إيه الآن الحكومة بين خيارين، كل خيار مر، إما تطبع النقود باش توفر السيولة وتؤدي إلى التضخم والدين، هذا مش حل يعني على المستوى البعيد، هذا هذا ماهوش حل، هذا كارثة. وإما تتجه إلى إجراءات أخرى، يعني أنها تغير العملة الصعبة، تغير العملة معذرة العملة الدينار، وهذا يتطلب وقت ويتطلب أموال. لكن في حل آخر، أن نفتح المصرفية الإسلامية، نفتح التأمين الإسلامي. احنا ما نكذبوش على الناس، ما نقولوش باللي عندما تفتح راح تحل المشاكل، لكن معليش على الأقل كون نستقطب 20 30 40 50% من هذه المبالغ ونضخها للسوق، على الأقل شطر كبير من المجتمع يعود يثق في النظام المالي، شطر كبير من المجتمع يعود يثق في نقوده، وبالتالي هؤلاء الناس اللي يبقوا 20 او 30% مع الوقت سيضطرون الى الدخول ولوج الى هذه السوق، واما سينضثرون. لذلك فاعتقد بان عمليه الاكراه والطرد والاقصاء ليس فقط في الامور السياسيه، حتى في الماليه هاي النتائج، اننا ترفضني وتجبرني وما تخلينيش انني نروح المصرفية اللي نحبها انا. يا اخي انا عندي مليون مليار ولا 1000 مليار و600 الف مليار، ما نجيبهمش للبنوك، هكذا واش يقولون اصحاب المال؟ يقول لك يا اخي انا نحب بلادي، لكن عندما تقارني بين بلادي وبين ربي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال لك وما فيش تعارض مستعد. يعني ما فيش تعارض لما نطبق يعني هذه الصرفة ونلم الاقتصاد. بالعكس نقول لك الآن توجه الحكومة راهي نحو الانفتاح، عندما نقول لك الآن ستفتح نوافذ في السيبيا والبادر والبيديال. متى يقول لك المواطن دكتور؟ الآن المشكل قلت لك ضعاف النفوس، كان ناس في السلطة القلة القليلة ما زال عندهم هذاك الهاجس الإيديولوجي، ما زالوا مرض، هذو ما لهم يعطلوا. رغم أنه التخطيط في الاقتصاد هو تخطيط براغماتي مصلحي من المفروض مصالح. أنا أقول لك فرنسا، فرنسا بلد مسلم، بالعكس بلد يحارب الإسلام، لكن انظر في 2008 عندما صارت الأزمة المالية وكانت وزيرة المالية كريستي لاغارد وشافت بأن الاقتصاد هي رئيسة صندوق النقد الدولي، الآن شافت بريطانيا ما تأثرتش، درست ما هي السبب اللي أدى النظام المالي بريطانيا ما تأثرش، القابل للمنظومة المالية الإسلامية هي اللي حمات الاقتصاد البريطاني، ما دارت لا استفتاء ولا دارت أغوشا دروات، قرار 4 إجراءات اتخذتهم الحكومة الفرنسية أثناء وجود هذه الوزيرة كوزيرة مالية حلت نهائيا مشكلة الصرافة، والآن الصرافة الإسلامية والتأمين الإسلامي موجود في فرنسا خير مما هو موجود في السعودية أو موجود في دول تجده في شونزيليزية ما تجدوش في ديدوش مورات. هذا هو الإشكال المطروح الآن، يعني الآن ما بقاتش قضية إيديولوجية، الآن المنظومة انظر يعني شفنا منذ بضعة أيام يعني حملة انتخابية، كل الأحزاب بغض النظر لا فلان لا رندي حماس تاج كلهم كانوا يتكلموا على المصرفية الإسلامية، يتكلموا على الاقتصاد الإسلامي، كلهم بدولة، لأن القضية الآن هي قضية دولة، قضية مصير. الآن احنا هذه 53 مليار دولار أكثر الموجودة خارج الاقتصاد، من يمكن أن يضغط حتى يسرع يعني الإجراءات هذه الصرافة الإسلامية؟ والله يشوف نقول لك بكل صراحة
صراحة الآن لابد يكون في قرار الآن وزارة المالية. البرلمان الجديد ربما؟ لا، ليس البرلمان الجديد، لأن البرلمان من حقه أنه يقترح المشاريع، لكن لا أعتقد أن ديروها من قبل راح يديروا الآن. لازم الحكومة، حكومة سلال السادسة نتمنى ذلك إن شاء الله، هي تأخذ المبادرة والقرار مع البنك المركزي أن نفتح ثلاث جبهات. الجبهة الأولى إصلاح المنظومة البنكية، الجبهة الثانية إصلاح المنظومة التأمينية، الجبهة الثالثة إصلاح البورصة هذه الميتة تاعنا، وبالتالي إدخال دم جديد، إدخال عقلية جديدة، إدخال صيرفة وتأمين وإجراء تتماشى مع معتقدات. في الختام دكتور، هل ترى أن اتفاقية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع بنك البركة مؤشر جيد في هذا الاتجاه؟ أنا أعتبره مؤشر رائع. لماذا؟ لأننا كل الشعب لازم يضغط أن موظفي هذه الوزارة هم جزء من الشعب، كما موظف وزارة الشؤون يستفيد من قرض حلال، أنا موظف بالجامعة من حقي نستفيد بقرض حلال، أنت موظف إذاعة تلفزيون البلاد من حقك أنك تستفيد، لأن لا يمكن قانون يطبق على فئة دون فئة أخرى. لماذا؟ لذلك قلت لك الإجراء اللي دارته وزارة الشؤون الدينية أكيد يخدم موظفه، يخدم قطاع، لكن يخدم المواطن، لأن من حقنا نطالب أننا نستفيد من نفس الأحكام، لأن كل الشعب الجزائري يحتاج إلى هذه القروض الاستهلاكية باش يحسن المستوى المعيشي، لكن دائما يبقى مع علاقته جيدة مع المولى عز وجل. لا أنا ولا أنت مستعدين مش نعنو حرب مع الله ورسوله، ولا يوجد تعارض بين هذا وذاك فيني إطلاقا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور كمال رزيق، أستاذ اقتصاد بجامعة البليدة. تحدثنا حول قضية القروض التي أعلنتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لموظفي القطاع، وأنت دعوت لأن تعمم وقلت أنها مؤشر جيد حتى تعمم. أشكرك جزيل الشكر مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة مع الدكتور كمال رزيق. نختتم حلقة اليوم من البلاد اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.